يعني منذ تأسيسها عام 2017 تسعى جبهة النصرة أو هيئة تحرير الشام يعني القضاء على منافسيها والسيطرة على مساحة أوسع، ولكن كانت تسعى إلى ذلك ببطء نوعا ما إذا استطعنا، يعني إذا صح التعبير. فما الذي تغير في حساباتها اليوم حتى قررت أن تعمل بهذه السرعة ويعني على مساحة أكبر؟ مساء الخير، تحياتي لك وللسادة المشاهدين. في الحقيقة أن هيئة تحرير الشام وهي امتداد لجبهة النصرة وجبهة فتح الشام استطاعت أن يعني تقصي خصومها من الفصائل السورية. يعني نحن الآن عندما نتحدث عن الفصائل الجهادية التي اشتبكت معها هيئة تحرير الشام مؤخرا، فلا نستطيع أن نصنفها على أن هذه الفصائل منافسة أو قادرة على تقويض سيطرة الهيئة، لأن المنافسون الحقيقيون هي الفصائل السورية التابعة للمعارضة المعتدلة. وقد استطاعت الهيئة في خلال أعوام 2018 و19 و2020 أن تقوض تقريبا سيطرة هذه الفصائل، لكن الآن هي دخلت في اشتباكات مع فصائل أو تنظيمات جهادية لاعتبارات كثيرة، اعتبارات داخلية وخارجية. هيئة تحرير الشام يعني هذا ما قامت به مؤخرا هو امتداد للتحولات التي بدأتها جبهة النصرة منذ عام 2016. أعلنت فك ارتباطها بتنظيم القاعدة، غيرت من اسمها مع البقاء طبعا على الاحتفاظ بقيادتها الحالية، ثم بدأت بعد ذلك بتغيير لشعاراتها وتغيير لنوع من يعني تبنيها لبعض الأفكار، ثم بعد ذلك انخرطت بشكل مباشر بقتال تنظيم حراس الدين الذي يتبع لتنظيم القاعدة. هذه الاشتباكات لها أسباب تتعلق برغبة الهيئة بأن يكون هناك يعني تغيير في واقعها السياسي أو توصيفها السياسي والقانوني في المجتمع الدولي وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية. يعني تريد هي أن تقول من خلال المواجهات مع هذه التنظيمات بأنها يعني غيرت من نهجها وغيرت من سلوكها، وبالتالي هي أصبحت شريكة في حرب الإرهاب كنوع من نقطة كثير مهمة.